السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هتكلم عن الحداء بطريقة يعني سبحان الله تفسير شامل لرؤية الحداء. هتكلم وهوصيل النفس في قضية الحداء، لأنني ذكرت قديما الأشياء المهمة في الرؤية أو في قضية الرؤى، الحداء زي مثلا السيارة، زي مثلا بعض الأشياء اللي أنا حددتها قديما وقلت إن الأشياء دي زي القطار، الحاجات دي مهمة جدا لما تشوفها في المنام. ولذلك النهاردة هتكلم عن 35 رؤية عن الحداء. هتكلم عن خلعه وسرقته وحرقه وتمزيقه وبعض ألوانه ومقاسه ونوعه ومجرد رؤيته. كل الكلام ده هنذكره النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى. أول رؤية معانا وهي رؤية الحذاء الجديد للمرأة المطلقة والأرملة. بدأت بيهم لأن كتير من الناس بيقولوا أنت بتتجاهل المرأة المطلقة والأرملة. لا، إحنا بدأنا بيهم. هذه الرؤية تدل على بداية حياة جديدة، وتدل على سبحان الله العظيم مدى انسجامها مع المحيطين بها بعد انعزالها عنهم. رؤية الحذاء الجديد للمرأة المطلقة والأرملة. رؤية الحذاء الزجاجي. هذه الرؤية تدل على أن الجنين ستكون أنثى، طبعا رؤية المرأة الحامل، والحذاء الحديدي للحامل المولود ذكر. أما رؤية الحذاء الذهبي كثرة أولاد، أما الحذاء الفضي سوف تلد ولدا عالما، ولد له شأن في قضية العلم. طيب، رؤية نعل الحذاء. هذه الرؤية تدل على حسن المعاملة وحسن تدبير شؤون البيت بالنسبة للمرأة المتزوجة. سرقة الحذاء تدل أحيانا على الخيانة الزوجية، وتدل أحيانا أنها المرأة المتزوجة تترك زوجها لفترة ثم تعود إليه مرة أخرى. الحذاء البلاستيك. هذه الرؤية بالنسبة للمرأة الحامل تدل على عدم اهتمامها بجنينها وبصحتها، ومع شديد الأسف وكأن هذه المرأة مهملة في قضية الحمل، قضية الولادة، وفي قضية الصحة. رؤية الحذاء الجلد رؤية جميلة جدا، أحيانا تدل على الغنى، وأحيانا تدل على العلاقات الجيدة بين المحيطين بك الذين تتعامل معهم. رؤية الحذاء الجلد الصناعي. هذه الرؤية تدل على العلاقات المزيفة. رؤية الحذاء الرياضي. هذه الرؤية تدل على الرزق القادم إلي في المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية مثلا أحذية التزحلق. لو أنه بكعب عالي، هذه الرؤية تدل على مال وفير إن شاء الله تبارك وتعالى. ولو أنه من غير كعب، هذه الرؤية تدل على مال ولكن سيأتي بعد تعب. رؤية الأحذية النسائية. هذه الرؤية تدل على العمل وتدل على الوظيفة. رؤية الأحذية الغالية اللي هي ثمنها كبير، هذه الرؤية تدل على المنصب الكبير والمنصب العالي. رؤية الأحذية الزجاجية تدل أحيانا على
الأقوال دون الأفعال. رؤية ربط الحذاء، دخول في مشروع مربح إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب لو رأيت حذاء وهو في الأصل برباط وربط فردة واحدة دون الأخرى، هذه الرؤية تدل على مشكلة بين شريك التجارة والشريك الحياة، مشكلة بينك وبين شخص أنت شريكه في عمل، أنت شريكه في تجارة. اللون الأسود يدل على المرأة الغنية والعكس صحيح. اللون الأسود يدل على المرأة الغنية، ماشي، والعكس صحيح. أما رؤية الحذاء الملون، هذه الرؤية تدل على المرأة الملتوية في التعاملات، ومع شديد الأسف. الحذاء الأصفر يدل أحيانا على المرض والعياذ بالله. الحذاء الأحمر يدل على السعادة وعلى الفرح. الحذاء الأخضر يدل على البركة والرزق والمال إن شاء الله. طبعا ده بيرجع على حسب شكل الحذاء، من الممكن أنه يكون لونه أخضر وجديد، ممكن يكون لونه أخضر وجميل جدا، إلى آخر هذه الأمور. الحذاء اللامع، حذاء فيه لمعة يلمع، هذه الرؤية تدل على الفتنة، ومع شديد الأسف. رؤية قياس الحذاء حينما ألبسه، هذه الرؤية تدل على شغل جديد. ومقياس الحذاء أنه يكون مريح وعلى مقاسي. طيب لو لبست حذاء وحسيت أن الحذاء ضيق، هذه الرؤية تدل على الهم وتدل على الكرب الشديد، ومع شديد الأسف. رؤية محل الأحذية، محل الأحذية، هذه الرؤية تدل على الدخول في وظيفة أو في عمل جديد إن شاء الله تبارك وتعالى. شراء الأحذية الجديدة أو الحذاء الجديد، هذه الرؤية تدل على السعادة إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية شراء حذاء الأطفال، هذه الرؤية تدل على التعامل مع أشخاص ذوي فطرة سليمة. رؤية شراء حذاء ضيق، هذه الرؤية تدل على التعامل مع أشخاص ليسوا من بيئتك، ليسوا على شاكلتك، ليسوا على طريقتك في التفكير أو في التعامل أو إلى آخره. قطع الحذاء، هذه الرؤية لو أنك تبحث عن سفر فلن تسافر، أو تدل على مشكلة ما سوف تحدث لك، ومع شديد الأسف. حرق الحذاء يدل على مرض الزوجة وربما موت الزوجة. إصلاحه يدل على إصلاح الأمور، وكل شخص على حسب حالته. فدي كانت بعض الأحلام المهمة في قضية الحذاء. تظهرون في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.